طبيعة الحال لابد من تحية لعاصمة الشرق مدينة وجدة الأبية، ولما يربطنا بها من ذكريات، كلها ذكريات قوية ومتينة وصادقة ولله الحمد. فمن خلالكم نوجه تحية لكافة أهلها، خصوصا أن الوالد رحمه الله كان يشتغل بالتجارة من بين مدينة فاس ومدينة وجدة في العصور في القرن الماضي، في بداية القرن الماضي، بل إنه تزوج من سيدة من العيون القريبة منكم. أيها سيدي ملوك رحمها الله، هي التي ولدت له إخوتي الغير الأشقاء. إيوا ما ذاك السيدة اللي خداها ما تليناش عرفنا الأسرة ديالهم من بعد، يعني رحمها الله. إخواني، الكلمة التي أريد أن ألقيها بين أيديكم متأثرة بواحد الحدث هو صغير ولكن مؤثر بالنسبة لي. الإخوان ديال الرباط لما عملوا المؤتمر الإقليمي ديالهم جاوا باش يزوروني باش يعرفوني على المكتب. طبعا تنعرف الإخوان ماشي كلهم ولكن تنعرف المعظم ديالهم، ولكن باش نتعرف بلي اصبحوا اعضاء في المكتب. وفعلا يلا كنت عارف الرئيس، الاخوان اللي جاوا الاخرين كنعرف معظمهم، اللي كنت عرفت على البعض فيهم اللي ما كنتش كنعرف. ولما خذ الكلمه الاخ الرئيس ديال الكتابه الاقليميه ديال الرباط الجديد السي عبد الحميد ابو زهير، اظن سميتو عبد الصمد ابو زهير، قال لي واحد الكلام مؤثر واريد ان اشرككم معي فيه لأطرح سؤالا عريضا على أمتنا وعلى دولتنا وعلى أنفسنا. هذا السؤال قال لي سبحان الإله، هذا النتائج اللي جبنا، لأنه الإخوان ديالنا كيعترفوا باللي النتائج اللي جبنا في 8 شتنبر يعني كاين فيها مساهمة ديالنا ديال الحزب وديال القيادة المركزية بالخصوص، اللي اعترفت وقدمت تحملت المسؤولية وقدمت الاستقالة ديالها من الرئاسة ديال الحزب. وهذا بطبيعة الحال ربما أنا لا أذكر أن هذا وقع في تاريخ المغرب، وهذا يحسب لهم. بكل حال عموم إخواننا يعني أشخاص أفاضل ويتصرفون بشرف وبكرامة ما فيها لا شك ولا خلاف. وكان يكفي أن يقدم الأخ الأمين العام استقالته وتبقى القيادة الأخرى ترتب للمؤتمر العادي اللي كان غادي يكون يوقع في هذا الصيف، يعني من بعد عيد الأضحى في يوليوز ولا في شوتنبير ولا في غشت. ما كانش عندنا مشكل ديال الوقت او لا ديال الشك في الاخوان ديالنا ولا، ولكن القياده كلها قدمت استقالتها وانسحبت ومشات. يعني البعض منهم عاود رجع معنا في الامانه العامه، البعض منهم يعني في البيت ديالو وداك الشيء او عند بعض الانشطه الخاصه به. الاخ اللي ودي بغيت نعرف، لان الاخوان ديالنا ما فهموش هما في الموقف ديالهم اللي علنوا عليه، قالوا ودي جوج الحوايج، قالوا ما توصلناش بالمحاضر، يعني ما توصلوش بالمحاضر كلها، وقالوا ما فهمناش هذه النتائج وما لا يظهر لنا انها معبره على فعلا حزب العداله والتنميه وقع في اخطاء، ولكن باش ينزل من 125 منصب يعني في البرلمان او مقعد في البرلمان ل 13، وباش ينزل
من تسير كافة المدن إلى تسير صفر مدينة، وبعض الجماعات المحلية القروية يعني الصغيرة، بعض 5 ولا 6 في المغرب كامل فيما أظن، أو 7 أظن، شحال 10 زي بعضهم. هذا ماشي مفهوم، ماشي مفهوم فعلا، ماشي مفهوم، وباش ما نطولوش ماشي مقبول. قال لي بغيت نعرف غير شنو درنا السعب الى لهاد الدوله ديالنا باش يكون المصير ديالنا هو هذا. وقال لي كلمه اكثر من هذه اكثر جرحا وإيلاما. وفعلا حتى انا كنتسائل، وهذا الشيء خلاني نراجع شنو هو التاريخ ديالنا في بلادنا اللي هو متابع الآن منذ على الأقل منذ أن الانطلاقة الجديدة ديال هذه المجموعة هذه اللي أسست العدالة والتنمية منذ سنة 81، يعني خلال 40 سنة كاملة شنو حكيتنا احنا كاع؟ وفين عمرنا أدينا الدولة ديالنا ولا الشعب ديالنا بمثقال ذرة؟ اللهم إلا إذا كان بعض الأخطاء اللي ممكن نكون عملناها ماشي بعيد. شو وقع؟ حنا الإخوان أنتم دابا ربما حوالي 100، ياك أسي حوالي 100 يزيد قليلا وينقص قليلا، قد تبدون في ميزان اللقاءات الجهوية والمؤتمرات وكذا عدد قليل، ولكن إذا قارنتم هذا بزياراتي الأولى إلى مدينة وجدة، وعند إخواني وهي زيارتي الأولى على كل حال إلى مدينة وجدة، ستتعجبون أنه قبل 40 سنة كنت إذا زرت مدينة وجدة يستقبلني الأخ ببودا، واحد الأخ كان معاه مارش سميتو، كانوا ثلاثة وكان يجيو يستقبلوني في الدار ديالهم، وملي كيجمعوا كلشي الإخوان ديال وجدة ما كنكونوش أكثر من 12 ولا 13 الواحد، وكلنا أو معظمنا طلبة أو تلاميذ، قد تجد معلما أو موظفا صغيرا. اليوم الحمد لله كنشوف قدامي رجالات ونساء، أولا بدأ متقدمون في السن، وخا هذا لا يمكن أن يعتبر شيئا يعني يفتخر به، ولكن الحمد لله. والشيب وقارو عيرتني بالشيب، والشيب وقارو ويعني الراجح انكم جميعا اما اطر اما تشتغلون في القطاع الخاص، اما انتم اباء وامهات وصار وعندكم يعني مسؤوليات، ورغم كل هذا غامرتم وجئتم الى مؤتمركم في حزب العداله والتنميه. وفعلا الحضور اليوم الى حزب العداله والتنميه هو حتى هو بحال النتائج ديال 8 شتنبر، يكاد لا يكون مفهوما. اشنو جايين ديروا؟ شنو بغيتيو؟ الوقت ديال الوزارات داز، الوقت ديال السفارات داز، الوقت ديال الرئاسات ديال الجماعات داز، الوقت ديال البرلمان داز، واشنو بغيتيو؟ قول لي انتوما، قول لهم انت شنو بغيتي السي عبد الهلال؟ باقونا على العهد ان شاء الله. جاءت بكم العهود، جاءت بكم المواثيق، وجاء بكم فهمكم لواقع شعبكم ودولتكم وامتكم، وجئتم لانكم لا تملكون الانصراف. صراحه انا لا اخفيكم، لو كنت املك الانصراف نمشي بحالي، شنو غنبقى ندير انا معكم؟ على كل حال انا الماتش ديالي دوزته الاول والثاني والثالث، كنت رئيس الحركه، كنت رئيس الحزب، كنت رئيس الحكومه، الله يجعل البركه. ولكن الوقت اللي وقعت الازمه راجع اسمي بقوه، فلم اجد انه من الشرف ان اتخلى عن اخوتي، ورجعت اليكم.
وأنا أقدر أنه بعد هذا الرجوع كل شيء وارد، كل شيء هل يقولوا اللبنانيين كل يعني كل كل شيء كل شيء وارد. ولكن شيء واحد غير وارد هو أن أتخلى عن مسؤوليتي أمام الله ثم أمام وطني ثم أمام ملكي. ما تنساوش هذا الشيء، رحنا ماشي يعني طائفة يعني صوفية تعيش في عزلة عن المجتمع ولا تبالي بما يقع له. احنا رحنا حزب عنصر فاعل في مجتمع منظم في إطار دولة وله رئيس، وهذا الرئيس بالإضافة إلى رئاسته القانونية والدستورية هو ملك وأمير المؤمنين. نتمنى تكونوا كتأخذوا كلامي على الجد، وأنه ما هو لا مجاملة لا يعني يعني كلام ديال يعني باش ديال الصباغة، راه كلام المعقول. وتنقول لكم وغادي نرجع له خلال الكلمة ديالي باش نأكد عليه ونوضحه، ولكن خصكم أنا هذا الشيء مقتنع به، خصكم نتوما تفهموه وتشوفوا هذاك الأسس ديال القناعات ديالي واش قوية وتبناوه إن شاء الله الرحمن الرحيم، وتجدوا رؤوسكم باش ترسخوا في المجتمع وباش تدافعوا عليه. لأنه اليوم يمكن لنا نقولوا اللي بغينا، ولكن المغرب اليوم الحمد لله هو دولة في واحد الوقت اللي مرتبك جدا. قبل هذه الحرب العالمية التي تدور قريبا منا، أرى أوكرانيا راه ماشي بعيدة الإخوان، أوكرانيا راه بضع ساعات بالطائرة تين ولا، واليوم حاجة بقت بعيدة، الحاجة اللي تمشي لها في أقل من يوم، واش هذه بعيدة؟ هذه حرب عالمية ولا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى هل ستنتهي أم لن تنتهي، ومتى ستنتهي، ومتى ستكون عواقبها إذا انتهت. هذا إذا انتهت. في مثل هذه الظروف الإنسان كيخصو يكون شاد في الصح وكيتصرف بطريقة صحيحة لا يتلاعب به. هذا واحد الميساج أساسي اليوم بغيت نوجهه لكم ونوجهه للمغاربة من خلالكم. ما تكونوش ودنيكم خفيفة وكتسمعوا لأي كان ويتلاعب بكم. وعلى هذا الأساس كنتكلم معكم اليوم. علاش؟ لأنه ماشي علاقتي بكم أنا، عاد قطر بيا السقف ولقيت شي جريدة ولا شي راديو ولا شي تلفزيون أواني وبديت كنشتم في العباد وتنقول اللي بغيت وكنتحدى حتى واحد ما يجاوبني، فهمتيني ولا لا؟ واللي جاوبني كنهدو. هذا ماشي كلام، انا راه بيني وبينكم وبيني وبين الشعب المغربي يعني اكثر من 40 سنة وانا حياتي مكشوفة، الجميع يعرف كل شيء تقريبا عني. واذا ملي كنتكلم معكم اليوم خصكم تقدروش شكون انا بالنسبة لكم، شكون نتوما بالنسبة ليا، ولاش عاود انا رجعت وشنو بغيت. لان هذا الاخ اللي قال لي هذا الكلام واثر فيا باش نثبت انا وياه الكلام اللي خلصنا ليلو. خصني نذكركم، كاين بعض الاخوان ديالنا عجبهم سرهم ان يصبحوا معارضه لنا حتى هي من داخل، باقي كاع ما بدينا نتين ولا لا، باقي ما بدينا وبداو تيقولوا كلام وشي تيقول عبر على انه غادي يغادر الحزب ولا غيجمد العضويه ديالو ولا الى اخره، فهمتيني ولا لا، وتيسميوها السرديات. القران كله سرديات، يذكرنا فيه الله سبحانه وتعالى بقصه ادم منذ سوره البقره وهو يكررها في اكثر من سوره، ويذكرنا بقصه نوح عليه السلام وابراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، فهمتيني ولله،
وينبهنا إلى هذه الحقائق، الحقائق العظمى. إحنا يا الإخوان الكرام ديالنا الوقت اللي كنا في الشبيبة الإسلامية وتفرقنا معها في سنة 81 وقدنا يعني مبادرتنا وقدنا جماعتنا وحركتنا بإمكانياتنا الشخصية التي أدت بنا بعد ذلك إلى أن يكون عندنا عمل سياسي يعني برفقة الدكتور عبد الكريم الخطيب رحمه الله والسي بن عبد الله الوقوتي رحمه الله. ها شنو الحكاية ديالنا؟ الحكاية ديالنا هي الدين، يسميه الإسلام السياسي ولا يسميه الإسلام الحركي ولا يسميه الإخوان المسلمين ولا يسميه أي جماعة بغاو، هذا مشكلتنا هي الدين. انتبهنا في حياتنا إلى أن عندنا شيئا في حياتنا أخذناه من أوساطنا، من أسرنا، من مجتمعنا، من والدينا، من مساجدنا، اسمه الإسلام. وفي إطار الحركة ديالنا تجدد وعينا بي 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 تجدد وعينا بديننا، وهذا الوعي الذي تجدد هو الذي تركنا نربط العلاقات. انت ولا الرباط مع فاس، مع الدار البيضاء، مع أكادير، مع قلميم، مع العيون، مع السمارة، مع الدخلة، مع وجدة، مع طنجة، مع تطوان، مع جرادة، مع يعني نربط العلاقات ونجتهد كشباب. ما كانش فينا احنا القيادة اللي كانت مجموعة، ما كانش فينا واحد كيوصل 40 عام. كان معنا تيحضر معنا باستمرار السي الحاج علال العمراني رحمه الله، واللي كان متقدم في السن. كنا كيمثل الإخوة المعلمين السي زحال الله يرحمه، والسي القاضي الله يرحمه، والسي الزيدوني الله يرحمه، والمجموعة التي كانت. وهكذا انطلقنا، وهذا هو الذي يعني والدولة ما بغاتش ساعتها. احنا انتبهنا فعلا، فعلا احنا كان عندنا موقف سلبي من دولتنا، من شيء اسمه من الدولة العصرية كلها، كان عندنا موقف سلبي. ولكن احنا انتبهنا بسرعة الحمد لله. ولا بغيتي تقولوا باللي السجن، وانا الذي دعوت الى المراجعة بشي ما سمي ساعتها التوجه الجديد، إذا كان أحدكم يذكر هذا. أمتنون لله الذي دعوت إلى المراجعة وراجعنا، وكانت صعوبات ولكن الإخوان استجبوا وتعاون الناس، يتيم والسي سعد الدين والسي عبد الله بها الله يرحمه، والأخ الأمين بخبزة، والسي عبد العزيز بومارت، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ما نذكرش كل شيء الإخوان اللي كانوا، السي عبد الكريم النماوي وغيرهم. كنا شباب، مجموعة صغيرة، كان من الممكن أن يكون مصيرها اليوم مجموعة هامشية في المجتمع، أو مجموعة يعني تقوم بأعمال غير معقولة، أو لا، الله سبحانه وتعالى ألهمنا إلى أن نحاول أن نندمج في مجتمعنا بعد أن أزلنا الغشاوات والضباب الذي كان على أعيننا. أننا رحنا يا يعني جماعة من الأشخاص المتدينين في وسط أمة متدينة، في وسط أمة إسلامية، صحيح فيها اختلالات وفيها أمور، ولكن هذه الاختلالات وهذه الأمور هذه يعني بحال الاختلالات اللي كتكون في الحياة ديال البشر، أفراد وجماعات ودول، وهذا يقتضي الدعوة والإصلاح، وهذا الشيء اللي درنا وبقينا غاديين الحمد لله، حتى يسر الله سبحانه وتعالى باش ننتبه أن من مهمتنا العمل السياسي كذلك، ماشي منازعة الدولة على الحكم. كاين فرق. دابا انا كنحاول نشرح شي امور بسيطه، ولكن كيظهر كتلقى صعوبات باش 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 تفهم. حنا الاخوان رحنا ما جيناش باش نحيدوا الدوله الحاليه ونجيو حنا في بلاصتها، واخا يكون العدد ديالنا 100 مليون. حنا جينا باش الدوله ديالنا نحاولوا الاصلاح ديالها جهد المستطاع، نساهموا في داك الشيء في اطار الثوابت ديال هذه الدوله، في إطار القيم ديال هذه الدولة، في إطار النظام ديال هذه الدولة. ويبدو أن هذا الذي يزعج الآخرين، يزعج خصومنا. هاد الخصوم اللي أنا باقي ما عرفتهمش، وكل مرة كيتبدلوا ويتغيروا، لأنهم اللي جينا حنايا في 2011 بداو تيجيو الخصوم ديالنا.
ها شباط، ها الشقار، ها إلياز. دابا شوية عاود تاني ولينا مع صنف آخر من الخصوم، فهمتينا ولا لا؟ ما تلينا عرفنا حنا غير مع من كان ضربوا، لنكونوا كان ضربوا مع شي جهة ما متخصصة في يعني يعني كومون دي سا فلومبوش كيقولوا هذا انجاجي بحال هاد المخلوقات خدامين علينا بالمعيور والشتم. غير قولوا لنا اش درنا لكم، شو درنا لكم؟ من 81 فاش تأسسنا وسمينا رؤوسنا الجماعة الإسلامية، ومن بعد حركة الإصلاح والتجديد، ومن بعد ولاو عندنا مجموعة الجمعيات والهيئات ومنها حزب العدالة والتنمية، أشنو درنا لكم؟ اش من سوء درنا لكم؟ جينا في 1997 وشاركنا في الانتخابات، الناس اللي ما تيحشموش ما عندهمش الوجه علاش يحشموا، وخاورتوا حزب عتيد وكانوا المغاربه كيعتزوا به، قال لك انتوما جيتيوا لافشال التجربه ديال السي عبد الرحمن اليوسفي، ودخلت عليكم بالله واش كاين شي بهتان ولا غير هذا؟ واش عقلتيو من اللي جينا في 97 تخداو لينا حنا مقاعد وتعطاو للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه؟ غتحيدوا هذا الشيء من التاريخ؟ شاهد عليكم حفيظ اللي كان رئيس ديال الشبيبه الاتحاديه ساعتها اذا كنت اذكر جيدا، او نائب الرئيس، هو اللي جاء قدام العالم وقال هذا المقعد ماشي ديالي، ما كانش فيه الجراه والشجاعه يقول هذا المقعد ديال السي مصطفى الحي. واش عاقلين انتم على هذا الشيء ولا نسيتوا هذا الشيء؟ هذا التاريخ ديالكم. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه عندهم بدر واحد وداك الشيء، احنا عندنا حتى احنا عندنا أن بدر ديالنا وأحد ديالنا إن شاء الله يجيب الله. فهمتي؟ واش عاقلين ولا نسيتيهم؟ بعدا واش متبعيني ولا ناسين؟ ها؟ ياك مازال أنتم كتنعسوا بزاف الصباح. شاهد عليكم، شاهد عليكم حفيظ وأديب اللي حتى هو اعترف بلي المقعد ماشي ديالو، وحفيظ عطاو المقعد ديال مصطفى الحياة، والاخرين عطاو المقعد ديال السي عبد الرزاق توفيق، وواحد استرجعناه بالانتخابات، عاودنا الانتخابات مع انه كان الشرف يقتضي انه. وهذا الشيء دار في عهد السي ادريس المصري، قال لك حنا سيدي عملاء ديال السي ادريس المصري، ومشاو قال لك جابوا واحد الرساله ديالي صيفطها انا للسي ادريس المصري، وهذيك الرساله حقيقيه موجوده، وجابوها بتوقيع مزور، وما حشموش وباقيين كيجيبوها في الجريده ديالهم. بقيت كنقول انا اللي كيزور، اللي كيزور التاريخ وتيطلع ب 99.99%، كيفاش ما يزورش رساله على عبد الاله؟ انا كنظن السي المهدي من بركه الله يرحمه ولا السي عبد الرحيم بوعبيد لو كان تقدم للانتخابات ما يجيبش 99.99%، فكيفاش هاد المخلوقات هادو كيدعيو انهم كيجيبوا 99.99%؟ في الحقيقه باز ليهم، لانه انا بعدا ملي كنكون جاي لشي مؤتمر والله ما عارف شكون غيصوت على شكون. هذوك الاخوان ديالنا ديال الجهه الجنوب اختاروا واحد السيد يكون رئيس ديال الجهه ديالهم السي احمد الدراق، وخافوه لا يدير لهم واحد اخر يعني نائب ديالو، ظنوا هما باللي بحال بيناتهم شي اتفاق ولا شي حاجه، لانه جوج ديال المرات هما كيتبادل. قال لهم ما ديروا ليناش بحال اللي كيدير بوتين مع ميدفيديف. واحد قلت لهم انا بوتين ديالكم فهمته، ميدفيديف شكون هو؟ ويشهد الله اقسم بالله العلي العظيم يا ما عرفت الى حد الان السباب في 2008 على من صوت، واش عليا ولا على سعد الدين العثماني؟ اقسم بالله العلي العظيم. احنا ناس كنحاولوا داك الشيء اللي فهمناه، اللي فهمناه من الدين ديالنا نلتزموا به جهد المستطاع، ماشي دائما كنلتزموا بحال اللي كيخصو يكون، ما نقدرش نجزم هذه القضيه، ولكن الواقع هو هذا. فاحنا شنو درنا؟ شحال جبنا في 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 في, في 97؟ جبنا تسعود. راجع كلام انه العدد الحقيقي اللي جبناه 26، 26 نائب برلمان. مع ذلك ما درنا لا، الحاجه الوحيده اللي درنا مشينا للدار ديال الحياه، درنا واحد الوقفه
هذا الشيء اللي درنا. ولكن السي حفيظ وكانت عنده الجرأة وخانا اللي كنت سبب في ذاك الشيء، لأنه تلاقينا في البي بي سي أنا والسي الساسي، وهو صديق من الأصدقاء اللي كانت كتربطني بهم علاقات حقيقية قوية جدا. قلت له السي محمد راه هاد المقعد ماشي ديالكم، هذا راه ديالنا حنايا. ومشى عند السي عبد الرحمن اليوسف الليل، هو والسي حفيظ، قالوا له هذا المقعد ماشي ديالنا ما غنقبلوهش. وفي الاخر تنازلوا على المقعد ديالو وقتنا حنا. اذا حنا اللي وثم ملي جينا ناخذوا الموقف من الحكومه، عقلتي الموقف اللي خدينا ولا ما عقلتيش عليه؟ اش هو اللي كان؟ الحقيقه هو انه كان خلاف قبل من المجلس الوطني، كان خلاف في الامانه العامه، واش نكونوا في المعارضه ولا نساندوا. فانا دافعت على المسانده ديال والله يشهد، على المسانده ديال الحكومه ديال السي عبد الرحمن اليوسفي. وكانوا بعض الاخوان قال لك لا حنا المعارضه. وفي الاخر اتفقنا نديروا المسانده، ولكن باش نحافظوا لريوسنا على واحد شويه ديال التميز، غندير واحد المسانده سميناها نقديه، انه في نفس الوقت نبقاو وبقينا كنساندوا السي عبد الرحمن اليوسفي، بقينا كنساندوه بكل اخلاص، لدرجه انه ملي حنا ربحنا المقعد العاشر اللي كان هو ديالي الا كتعقلوا 99، المقعد العاشر قال لهم السي عبد الرحمن اليوسفي على كل حال حنا ما خسرناش، لانه هادو مع الاغلبيه. لما تيكون كتكون السياسه مع ناس اللي عندهم الشرف وتيحترموا شي شويه ريوسهم، ماشي اللي تيكذب وتيزور وتيبدلي بالتزوير هو محامي، ماشي معقول. ف يعني قولوا لنا شنو درنا لكم. من بعد جات الخطه الوطنيه لادماج المراه في التنميه، وقفنا ضدها، ما درنا لا حتى شي حاجه، ما لحناش حجره واحده، ولكن تحركنا في المغرب كامل وشرحنا ووضحنا للناس باننا غاديين لخراب الاسره، ماشي تنميه المراه، غاديين لخراب الاسره. والمغاربه سمعوا لنا، والنهار اللي طالبنا المغاربه باش يخرجوا يعبروا على الموقف ديالهم، كانوا هما بغاو يساندوا الخطه في الرباط، حنا طلبنا نديروا مسيره في الدار البيضاء، وما بغاوش يعطيونا الرخصه. ومشى السي مصطفى الرميد الله يجزيه بخير وجلس في العماله واعتصم تمايا حتى عطاوه الرخصه باش نديروا المظاهره ديالنا. ودرنا المظاهره، وكانوا الاخوان ديال عبد الاحسان ما داخلينش معانا في هذيك الحمله اطلاقا، ولا كذبوني يخرجوا يكذبوني، ولكن اللي جات المظاهره قالوا نساندوكم، وجاو عندنا نهار الثلاث حنا نخرجوا نهار الاحد، قال لك الاخوان قال لهم مرحبا بكم، وخرجنا كاملين. ولاحظ الشعب المغربي والأمة الإسلامية كلها أن المغاربة صحيح يريدون إصلاح قوانينهم، ما عندهمش حرج باش يصلحوا حتى القوانين للمصادر ديالها الشرعية بالمنطق ديال الشرع، ماشي نمشيو في اتجاه الهاوية ونمشيو في اتجاه أمور اللي غتكون عندها أسوء العواقب على المجتمع وعلى الأسرة. ما تخلونيش نذكركم بداك الشيء، لا بغيتوا ترجعوا له رجعوا له، راه كانت معركة حامية الوطيس انتصرنا فيها ثقافيا، وكانت المسيرة ديال الدار ديال الرباط أضحوكة قدام المسيرة ديال الدار البيضاء. وهذاك الوزير اللي جاب هذيك الخطة مشى في حالته بعد ذلك. إذن حنا كنساهموا في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية ديال المجتمع، فهمتني ولا؟ يعني بطريقة حضارية وسياسية. شو المشكل؟ ملي جات الانتخابات ديال 2002 الشعب المغربي عطانا 42، أين هو المشكل؟ كنا 14 لأنه زدنا خلال الانتخابات الاستثنائية زدنا أربعة 14. المجتمع المغربي اعطانا 42، الديمقراطية هذه أين هو المشكل؟
وسيدنا رفض باش تمس الانتخابات. انا تنقول لكم دي معلومات ماشي حاجه اخرى. رفض باش تمس النتائج ودخلنا دخلنا الانتخابات ديال 2002، دخلنا البرلمان ديال 2002 واصبحنا محور الحياه السياسيه البرلمانيه المغربيه. جات مع الاسف الاحداث ديال 2003، تعثرنا في 2007 عاود جبنا 46، في 2009 كانت الانتخابات المحليه، جينا حنا الاولين في المدن. الاخوان كانوا اختاروني في 2008 من بعد ما شافوا باللي التيار ناض باش يحاربنا بلا ما نعرفوا شنو درنا له، وكانت معنا معاه الا علاقات حسنه مع الناس ديالو كاملين. ناض قال سيدي غنجمع كافه الديمقراطيين، الخلاصه ديال الكلام اللي كان كيقول غيجمع كافه الديمقراطيين ضد الاسلاميين. جاو الاخوان تما قالوا ياك القضيه غير بحال هكذا، حتى حنا غنختاروا عبد الاله بن كيران. يلا سيدنا، لان هاد الاخوان هادو راه كيجيو عندي لحماط القضيه تظهريه دو جدات ما كتضحكوش وقيله. وزيد ترو سيريو جو كرو ياك. آه. 2009 جبنا هذيك النتائج وكان شعر باللي قال لي السي عبد الله بانو السي عبد الاله راه نصهم اوبور دو لاسفيكسي، احنا غنتخنقوا. نضنا حتى حنايا ملي جات 2011 نضنا كندافعوا على ريوسنا باللي كتب الله سبحانه وتعالى. جات اقدار الله، جا شي حاجه سميتها الربيع العربي، وكان من الممكن بل كان الحزب يميل، نقولها لكم بصراحه، والشبيبه كانت تميل، الشبيبه اتخذت قرار كاع، والزعماء ديال الحزب خذوا قرار، البعض منهم تقول لا سي مصطفى الرميد وسي الشواني ومستعدين نخرج حتى 30 مارس، حتى 20 مارس 20 فبراير ما خرجش. كانوا يميلون الى ان نلتحق بالشارع. انا والسي عبد الله بها قلنا لهم الى غتلتحقوا بالشارع حنا ماشي معاكم كاع، انا ماشي امين عام ديالكم. والسي بها قال لهم انا ما غنبقاش نائب الامين العام. الاخوان في الامانه العامه تعقلوا قالوا ما كاينش هذا الشيء هذا، ونزلنا للشارع كنشرحوا نوضحوا. كتعتقدوا ديك الساعات الدوله اتصلت بنا ولا هضرت معنا ولا داتها فينا؟ من بعد كنا حنا كنمشيو نشوفوا مولاي الطيب الشرقاوي اللي كان وزير الداخلية، كنتكلموا معاه وتنقدموا له النصح والرأي ديالنا في الشأن ديال الدولة، لأن ديك دولتنا كنشوفوا الأمور فين غادية، ولكن موقفنا لم يتزعزع ولم يتغير. جلالة الملك حفظه الله عمل هذاك الخطاب الشهير ديالو التاريخي ديال 9 مارس اللي اعتق المغرب، واللي دار فيه اللي دار الى الانسي، يعني اعلن عن اصلاحات دستوريه كبرى، ولكن ما بقاش بوحده كيتكلم في التلفزيون، جاء الجواب من المجتمع، وحنا كنا اول واكبر المستجيبين له، واوضح واصرح واقوى من استجاب له، وكنا اول من وقف في وجه. وقولوا لي بغيت نسولكم ابغيكو كما يقول الفرنسيون، لو كان ما نزلناش حنا في ديك الساعات كتعرفوا شنو هو كان غادي يكون المصير ديال المغرب؟ ها التجارب قدامنا، يا اما اضطرابات لا تريد ان تنتهي كما يقع الان في تونس مع الاسف الشديد، يا اما يعني تضييق على الحريات من قبل الدول التي عندها امكانيات ماديه، يا اما عدم ارتياح اليوم. كاين دول ما شعلتش فيها العافيه، ولكن يعني صافي من ذاك الوقت والامور، وانتم كتشوفوا الجوار ديالنا، مع اننا ما باغيين نقولوا لاخواننا الجزائريين حتى حاجه اللي تطير عليهم. داز دابا 60 سنه على الاستقلال ديالهم، حنا فرحانين بالاستقلال ديالهم، حنا ما كناش كنعتبروا الجزائريين برانيين. انا تنقول الاخوان الجزائريين، انا شاهد امام الله انه كانت عندنا واحد السيده جزائريه
كانت سميت كنا كنسميوها الوسطية. هذا هو السمية اللي كانت المغاربة كيعطيو الجزائريين الوسطية. وكانت دايرة واحد الميدالية معلقاها في الصدر ديالها عمرها ما كتحيدها. قولوا لي التصويرة ديال من اللي فيها؟ ديال محمد الخامس رحمه الله. وكانت بحال الوالدة ديالنا كتدخل للدار باستمرار فهمتيني ولا لا. وكانت واحد العائلة الأب جزائري والأم مغربية فهمتيني ولا لا. راها مات مات والله يرحمه مات هي. كنا والدراري ديالو تيقولوا له بابا. حنا هذيك الساعات المغرب ما كانوش يقولوا بابا كان كيقولوا با با امي كنقولوا حتى حنا بابا بحال اللي كيقولوا لذاك الدراري. هذه هي العلاقات اللي كاينه بين الجزائر وراه هذه هي العلاقات اللي كاينه حتى دابا. راه مهما كانت التشويش انا تنقول لهاد الاخوان اللي كيسيروا الجزائر الله يهديكم راه هاد القضيه ديال ديروا المغرب عدو ديالكم ما غتنجح لكمش وما غتعطيكم حتى نتيجه. راه حنا خوتكم وراه كنتكلم معاكم وكنعرف بلي كتعرفوا المكان ديالي. رانا كنت رئيس الحكومه وعندي اتصال وسيدنا جا تيقول لكم علانيه ان عمر شي حاجه ديال السوء ما تجيكم من المغرب. لا انا ما كنفيش انه شي مرات كتكون مناكفات ولا شي حاجه فهمتيني ولا يعني اضطررتمونا اليها. ولكن راه المغرب ما عنده المغرب الا كاين شي حاجه ثابته مع الجزائر. المغرب راه دار الحرب اللي انهزم فيها قدام فرنسا في 1944 بسببكم 1844 عفوا واللي تسبت بعد ذلك في الاحتلال ديالو هو براسه. واما ما قام به المغاربه خصوصا في هذه المدينه العتيده من مسانده لاخوانهم الجزائريين المجاهدين وفي الحدود كلها فهو مدون ومعروف. واما مساهمه ملوكنا معكم بالسلاح الثقيل واش غتذكروا هذا الشيء؟ وقعت خلافات ولا يعني الى وقعت خلافات راه يعني الله تعالى كيقول فاصلحوا بينهما. وحنا كنقول لكم ما باغي لكم لا اي سوء وانتم غاديين كتشكيوا بين الاجانب. كنتمنى ترجعوا لله وانتم ولكن واحد القضيه القارة الصحراء راها مغربيه. كيفاش المغرب الجزائر عندها صحراء قد هكاك والمغرب ما عندوش؟ كيفاش كي غتشرحوا لنا هذه القضيه هذه؟ راه ما يمكنش. راه التاريخ هذا هذيك قبائل صحراويه مرتبطه بملوك المغرب منذ قرون طويله والبيعات والمراسلات والتعيينات كانت ولا تزال موجوده. لكن بيناتنا شي خلاف اخر نحلوا حبيا هكذا ولا هكذا فهمتيني ولا لا. وحنا كنتسامحوا المغاربه كيتسامحوا. فماشي بهذه الطريقه هذه. وشنو غتجيو غتحتلوا المغرب ولا شنو؟ ماشي معقول. هذا ماشي كلام ديال الناس العقال. ولكن كنقول لكم الشعب المغربي والشعب الجزائري هذان شعبان يعني وحد الله بينهما على جميع المستويات. انا ملي كانوا كنتلاقى مع الجزائريين تنقول لهم لا دخل شي واحد قال لي هذا جزائري هذا مغربي هذا جزائري هذا مغربي نعطيه اللي بغى. ما يمكن لكش تميز لا شكلا لا مضمونا لا. احنا خوت وتاريخنا وديننا ولغتنا وتكويننا الاثنولوجي فهمتينا لا فينا للاصول ديالهم عربيه وفينا للاصول ديالهم امازيغيه وفينا فهمتينا لا وفينا للاصول ديالهم افريقيه بحال. فكيف هاد العداوه؟ علاش؟ حتى هذه راه حنا ما فاهمينهاش. فرجوع الله احنا كنقولوها لكم لانه بيننا وبينكم الدنيا وبيننا وبينكم الاخره. ولا كان شي واحد من السابقين ظلم شي واحد لا الحسن الثاني الله يرحمه مع ابو مديان ولا ابو مديان مع الحسن. تلك أمة قد خالت. دابا حنا ولاد اليوم وسيدنا تيمد لكم يدو وتيقول هذا الكلام والنهار اللي جا عندكم بقى تمايا فهمتيني ولا طول حتى من بعد كاع الوقت اللي كان عنده
إظهارا للمحبة وإظهارا لحسن النية. أيوه لا ينفع هذا الشيء، لن ينفع أنا حتى احنا متفقين، ولكن لا تعاوننا خصوصا في هذا الوقت. الإخوان الجزائريين راه ما كاينش المغرب والجزائر وتونس وليبيا وما نعرف شنو، كل دولة بغية تدير ما نعرف شنو. راه اليوم كاين الغرب الرأسمالي وراء الولايات المتحدة بعتاده وإمكانياته وهيمنته، وكاين الشرق اليساري الاشتراكي اللي فيه روسيا وفيه دول كثيرة اللي بعاها وفيه الصين الشعبية وفيه ربي اللي عالم شنو فيه، فهمتيني ولا لا؟ وكاين هذه الأمة العربية الإسلامية اللي خصها تفهم بلي ما عندهاش حل ما عدا إلا توحدات. وشوف لأنه ما احنا قدهم لا في التقدم التكنولوجي ولا في الأسلحة ولا في البحث العلمي ولا في حتى شي حاجة، ولكن إلا توحدنا يمكن يعطانا اعتبار. ما إلا ما توحدناش سنكون كالقصعة التي يتدعى إليها أكلتها، بلاتي غير تشوفوا يفضوا بيناتهم يبان شكون اللي ربح في هذا الماتش وغتشوفوا بعينكم. وهذا الوقت هذا ماشي خصكم تفكروا تنتزعوا جزء من المغرب وديروا فيه دولة ديال 100,000 ولا 200,000 باش تدوزوا للمحيط الأطلسي، خاصكم تفكروا كيفاش ديروا باش تقويوا الوحدة ديال المغرب العربي. خصنا نكونوا كنتصرفوا بزاف ديال القضايا بحال حنا دولة واحدة باش على الأقل يهابنا خصومنا ويديروا لنا شوية ديال الاعتبار. يقولوا دابا إلا مشينا للمغرب غنروحوا مع الجزائر، إلا مشينا للجزائر غنروحوا مع تونس، إلا مشينا لتونس غنروحوا مع ليبيا، إلا مشينا لليبيا غنروحوا مع هذا هو أنا كنقول لكم هذا الكلام، كنقول لكم حيت هذه هي مسؤوليتي، كنقول لكم راه والله شي واحد ما اتصل بيا قال لي نقول لكم هذا الكلام، أقسم بالله العلي العظيم هذا كلام يعني نابع من الصدر، وراه قلته لكم سابقا وكنعاود لكم. واخا عجبكم الحال ديروا لي الكاريكاتير تبداو تتفلاو بيا أنا شي بس ما كاين. نهار اللي جا عندكم السي الوفا الله يرحمه، نهار اللي جا عندكم تجبر واحد السيد تما يا وقف قال له السي الوفا، قال له سلم على السي بن كيران. راه الوفا عند الله، راه الجزائريين اللي معقولين واللي راهو ما كيعرفوني وراهو ما تنظن الا انهم تيعزوني بحال اللي تنعزهم. وانا تنعز الجزائريين كلهم وتنقول لهاد الرؤساء ديالهم هادشي ودي لعنوا الشيطان ورجعوا لله، راه كلكم شارفين. طبعا حتى انا دابا شرفت ياك اسي، شكون اللي كان باقي عاقل عليا ملي كنت صغير؟ كان شي واحد عاقل عليا؟ انت كنتي معنا من دوك الاولين، والله بقى معنا واحد والله. كلكم شارفين، كلكم غتمشيو تلقاو الله. اش غتقولوا الله تعالى؟ اش غتقولوا الله تعالى؟ وراء المغرب اذا اقتربتم منه شبرا سيقترب منكم ذراعا، واذا اقتربتم منه ذراعا سيقترب منكم باعا، واذا اقتربتم منه باعا واذا اتيتم تمشون فسياتيكم هرولة. ماشي حيت خايف منكم، المغرب ما كيخافش، المغرب راه صمد قرون وهو يحمي الجناح الغربي للأمة الإسلامية. ودافع عنكم ودافع معكم. والنهار اللي فرنسا بغات ترد الصحراء الشرقية للمغرب قال له محمد الخامس لا حتى يجيو الجزائريين وديك الساعة غيردوها هما. بون ما رديتيوش، دابا ما ندخلوش في الموضوع. دابا ماشي تنقول الكلام اللي ديال عدم التفاهم، تنقول الكلام ديال التفاهم. في النهاية بلادنا بلادكم بحال انتوما خوتنا، ولكن هاد العداوة ما خدامش. هذا هو المنطق ديالنا، هذا راه منطق ديالنا، راه ماشي ديال الدولة كنتبناوه لأنه ديال الدولة، لا أبدا. طبعا إذا اعتدي على دولتنا نحن منها، ما فيها لا إله ولا حتى،
نبأنا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد ديرها. ما عندناش خيار. وإن إحنا مثلا بغيو مع خوتنا الجزائريين غير الخير والإحسان، ويكون الكسكسو ديالنا ولا ديالكم، وتكون القفطان ديالنا ولا ديالكم، لا بغيتو حتى البلاغي والشرابل نصيفطوهم لكم. هاي القضية هادي كيتضربوا معانا، ها القفطان لا ديالنا، ها الكسكسو ديال وسطيلة ديال من خذوا هذا يا سيدي. القضية لا الطنجية هذيك ماشي ديالنا، ديال المراكشيين. الطنجية ديال المراكشيين هذيك، شوف هذيك بوحدها، هذيك بوسكي ما كاينش اللي ينازعوا فيها. وكنستغرب ان حتى واحد ما قدر ينافسهم فيها ولا يدير شي طنجيه بحالهم. ايوا خليونا دابا اش درنا حنا الاخوان ملي جات 2011 بلادنا من اللي وقفات علينا لقاتنا الحمد لله، وساهمنا تنقولوها وتنعتزوا بها وتنفتخروا بها. وهادو اللي كيشوشوا دابا باغيين ينسيو داك الشيء، باغيين ينسيوه، ينسيو بلي في 2011 حزب العداله والتنميه قام بدور في الحفاظ على استقرار البلد وعلى امن البلد وعلى اقتراح الاصلاح داخل اطار الاستقرار. هذا هو لو كان شويه ديال الحياء في بعض الناس غير هذا الموقف عمرهم ما ينسوه، ويبقاو كيوقروا هذا الحزب، ويبقاو كيوقروا بالخصوص بعد ما مات سي عبد الله بهذا الشخص وعاد الاخوان ديالو اللي ناصروه نهار 13 يناير او 14 يناير، 15 يناير اظن قبل من نهار الاحد 20 يناير اللي رفضناه باش نغامروا ببلادنا ونخرجوا للشارع ونساهموا في إطارة الفوضى، وما نعرفوا روسنا فين غاديين، ونعرفوا روسنا مع من احنا. شو معنى هذا الكلام؟ وجات الانتخابات والشعب المغربي اعترف لنا، اعطانا 107. واش زورنا الانتخابات باش نوصلوا في 20 فبراير؟ انتخابات ماشي اعترف بها الجميع، حتى هذه اعترف بها الجميع، ولكن انتخابات ادخلت السرور على الجميع. انتخابات ديال 2011 الاخوان الكرام ادخلت السرور على الشعب المغربي، وتنفس بعدها السعداء. ما تخليونيش نقول لكم كل شيء، راكم تتفهموا. ودخلنا في 5 سنوات الحمد لله كان فيها اخذ ورد، وكانت فيها قرارات صعبه تختها انا بارادتي، حتى واحد ما لزم عليا. ولكن هذيك المرحله ديالي ما نحتاجش نهضر عليها الاخوان. علاش؟ لانه ملي شنو هي الديمقراطيه؟ ياك هي ان يحكم الشعب نفسه بنفسه، ياك هي هذه الديمقراطيه، ياك هكذا. وسيدي الشعب راه قال كلمته ودار الطابع على ال5 سنين ديالي، وما خلاش 107 ردها 125 اللي تيقول هذاك في هذاك الشريط. وزاد ايضا ماشي 107، ماشي 102 ذاك الرقم المشؤوم، ما عرفتش 102 شنو هي، والله يجيبكم على خير. استغفر الله العظيم. واش كتبعوا السياسه شويه ولا اش يوصل؟ ف جبنا 125 وعيني سيدنا رئيس ديال الحكومه مره ثانيه، وهذا حسب علمي لم يقع قط في تاريخ المغرب. ربما انا الشخص الوحيد اللي عندي هذا لو تيتر دو فوا سويفي نتينا ولا بعد انتخابات، ماشي بحال الحكومه ديال السي كريم العمراني الله يرحمه مسكين. مش كل الامور يعني واضحه. كان هنالك راي اخر ان عبد الاله بن كيران ما يعاودش يرجع، لان خصكم تعرفوا هذه الدوله
وراه اللي كيدير اللي يبغى واحد هو الله. اما السياسه راه كتخضع الاخذ والرد والضغوط والكلام والشائعات، فهمتيني ولا لا، والمؤامرات وما نعرف شنو. صافي قال لك يا سيدي ندخلوا معاك الى قبلتينا باربعه على اساس اننا بحال احنا حزب واحد. قلت لهم لا ما فهمتش انا هذا الشيء، دخلوا معايا باربعه. فهمت انه خصني يكون عندي واحد الكتله في الحكومه اللي خصني نبقى نخضع لها، هذا لم اقبله. ملي سيدنا شافني ما تيسر لياش نكون الحكومه، كلف المستشارين ديالو استقبلوني قال لي السي عزيمان السي نكيران الله سيدنا قرر باش يعفيك. بعد الكلام اللطيف داك الشيء قلت له السي عزيمان اش كتنتظر مني انا؟ يعني قلت له الكلام اللي كيقولوا سيدنا راه هو اللي كاين. حتى انا ما جيتش الاخوان باش نتلاج مع سيدنا ولا باش نطالب بشي حق ديالي. انا صحيح عندي مشروعيه اجتماعيه من عند المواطنين، ولكن الرئيس ديالي وديال المغاربه كاملين هو الملك، وهو عنده صفه امير المؤمنين. انا ماشي اللعب هذا، ماشي غير ماشي هذا ماشي ماشي رئيس دستوري قانوني جاب الانتخابات. انا جيت بالانتخابات، ما هو هو جا من عند الله بلا جينيتيك، وجا من عند الله بالبيعه الشرعيه اللي عطوه المغاربه كاملين. الا من ابى، الا كان شي واحد كيقول لك لا انا ما دخلش في هذه البيعه، هذاك واحد ولا جوج فهمتيني ولا لا، يعني الشاذ ولا حكم له. قال لي السي عزيمان، قال لي السي مكران لم اكن اتوقع منك الا هذا الكلام. ومشيت في حالتي، واقتضت المصلحه اننا نعود نشاركوا في الحكومه مع السي سعد الدين العثماني. والسي سعد الدين العثماني دار 5 سنين ديالو، ديالي بوحده وديالو بوحده. سمحوا لي، لان السي سعد الدين العثماني جات جات جاب جاب جات معاه نتائج اخرى. وهاد الشياطين اللي مقابلنا دائما كيقول لك 10 سنين ديال العداله والتنميه. لا سيدي، واخا 10 سنين ديال العداله والتنميه، كاينه 5 سنين ديال عبد الله بن كيران و5 سنين ديال سعد الدين العثماني. وسعد الدين العثماني راه ما محتاجنيش باش يدافع على راسه. اشنو دار كاع سعد الدين العثماني؟ الحوايج اللي كتواخذ على سعد الدين العثماني حنا اللي كنواخذوها، ماشي انتوما. حنا اللي كنواخذوا عليه القضيه ديال اللغه العربيه. حنا اللي واخذنا عليه القضيه ديال التطبيع. حنا اللي واخذنا عليه القضيه ديال الكيف. ماشي انتوما. هو ساعة في الدولة، واش كان على حق ولا كان على خطأ، هذا التاريخ غادي يقولوا، وهو راه قادر يدافع على راسه. وهذاك الدو ديال غبان انه الرأي ديالي فيه شوية وخرج يدافع حتى هو. راه إذا كان غير على الدفاع راه عارف ما يقول، الناس عارفين ما يقولوا. قولوا لنا واش داروا لكم شي حاجة خايبة هاد السي سعد الدين العثماني ولا الحكومة ديالو؟ سرقوا لكم، دخلوا في شي صفقة، داروا شي حاجة ديال السوء، يعني ابتزوا شي نساء، داروا. قلنا والو، الصفحة ديالهم نظيفة. حتى هذوك اللي واقف منهم انا موقف سلبي، حتى هما ما عندكم ما تقولوا فيهم، هذاك غير على مسائل بيني وبينهم او لا على سياستهم ولا شيء من هذا القبيل. كيبقى العدالة والتنمية الا بغيتيو تجمعوه على بعضه من أنظف الحكومات اللي دازت في المغرب. إن لم يكن أنظفها. وكان سمع شي، سمحوا لي، تيقول لك السي عبد الإله ما تستعملش أنت بعض الكلمات. الله تعالى الإخوان كيقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ملي كتظلمونا راه كديروا لنا الغل في القلوب ديالنا. شو دار لكم هذه العداله والتنميه باش نايضين لها بهذا؟ قولوا لنا شو دارت لكم؟ بما في ذلك التوظيف، كاين اللي كيقول قال لي انت بغيتي ترد الـ 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 الاداره، بغيت تسلم الاداره. والله الاخوان ما نعرف باللي خلال المرحله اللي كنت رئيس ديال الحكومه، والله ما نعرفش، اقسم لكم بالله، انني عينت من العداله والتنميه خلال 5 سنوات اكثر من 12 ولا 13 ماكسيموم 20 واحد، لان اللي كيضبط داك الشيء هو الخلفي، 12 ولا 13 الواحد من العداله والتنميه، مع انني عينت
ألف واحد ولا ألفين ولا ما بقيتش عارف حتى شحال. علاش بغيتوا تعرفوا علاش السبب؟ السبب بسيط، لأنه ملي كانت كتجيني التعيينات المقترحات ديال الوزراء كيجيبوا لي المقترحات ديالهم كان بني على داك الشيء اللي جابوا لي، اللي كان كيبان لي فيه الكفاءة في هذاك المجال ديالو ماشي في مجالات أخرى. كان عينو عمر شي وزير خرج قال لكم انا جبت له فلان هو عين لي شي اخ كيدعي انني عينت الالاف. فين هما هاد الالاف؟ فين هما هاد الالاف؟ كذابين. والمؤمن لا يكذب. وخا داك السي وهبي سامحه الله مشات بغى يرد عليا في القضيه ديال التيمم ويطبز لها العين، قال المؤمن لا يكذب. واش انا غنكذب عليك السي وهبي ولا على غيرك؟ انا كنتحدى المغاربه كلهم، يجي شي واحد يقول لي انت كتبت عليا السبيل الله، المغاربه كاملين 40 سنه هذه يقول لي كذبتي عليا في هذه القضيه. الحمد لله ما كنكذبش، الحمد لله. ماشي ما عنديش عيوب عندي، ماشي ما عنديش ذنوب عندي، ولكن الكذب ما كنكذبش، بل كنقول ربما الصراحه اكثر من القياس واحد شويه. وهذاك الشيء علاش حتى الاخوان ديالي ما بغاوش يتفاهموا معايا. ياك شويه جمال المسعودي شريطتين جحلوا المهرجان. هذه القصه المهرجان ما فهمتيهاش ياك؟ هذه شي بس ما فهمتيهاش، هذه ديال المهرجان. كانت عندنا مهرجان في تازة، وملي كملنا المهرجان كنت غنموت. تجمع لي الناس في الاخر، كل واحد اش كيدير، اللي باغي يبوس، اللي باغي يعنق، اللي باغي يتصور، اللي كيكب عليا الماء، كل واحد اش باغي يدير. الخصوم الاعداء والاصدقاء بحال بحال، كانوا يقتلوني حتى الناس ديال الامن مع القوم يديروا. ملي مشينا لواحد القهوه باش نتوضا ونصلي وناكلوا شي بركه ولا شي، قلت له راه كنت غنموت. قال لي السي بلال المهم المهرجان نجح. نجحت لي المهرجان. يا حصيل حسن بعد عاد عرفت انه من البركان ومن البركان. فهمتيني ولا لا؟ ولهذا الاخوان ديالنا شنو دارت لكم هذه العداله والتنميه؟ قلنا غير شي نهار دارت لكم العداله والتنميه غير اضراب، اضراب وطني ولا اضراب واحد. دائما نهار اللي سيدنا عفاني من المهمه ديالي، نهار اللي سيدنا عفاني من المهمه ديالي، الشبيبه بغات ديك الساعه دير واحد الوقفه في الرباط، ما خليتهمش، صيفط لهم قلت لهم ما ديروا حتى حاجه، صافي اذا قيل لك كفى فكفى. بحال اللي قال لي السيس، اذا قيل لك كفى فكفى، انتهى الكلام. وجات الانتخابات من بعد ما كل شيء، هذا الشيء اللي وقع في الحكومه ديال السي سعد الدين العثماني، جات الانتخابات وجبنا 13. وانا ما نخبيش عليكم، حيت الاخوان البعض فيهم تيقول لك السي عبد الاله خصك دابا تخرج وتقول لوزير الداخليه وتقول له اش غنقول لوزير الداخليه؟ امين العام ديالنا ديك الساعات ما خرجش كاع، ما هضرش مع 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 وزير الداخليه ولا مع حتى شي واحد. اخوان اخرين خرجوا قالوا احنا ما فهمناش هادشي. صلى على النبي. واصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. ابتلعناها وزدنا. واذا شو دابا هاد العداله والتنميه كيفاش؟ يقدم البلاد وهاد الخدمات هذه كلها هي. طبعا هادشي اللي تنقول لكم راه غير غيظ من فيض. ما جيتش عاوتاني نعاود لكم كل شيء. لو كان الاخوان سمحوا لي، انا مازال ما فهمتش، دابا بغيت نفهم. واش المغاربه ملي كنتكلم معاهم، لان انا ماشي سياسي جاي نقول لكم شنو يعجبكم ولا شنو يرضيكم وتصفقوا عليا ونولي زعيم ديالكم، واش انا باغي نكون زعيم ديال حتى شي واحد. بغيتكم تعرفوا الزعامه، انا الزعامه ملي كنت صغير كانوا كيسميوني الزعيم. والله العلي العظيم الا ملي كنت صغير 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 صغير، المربيه ديالي راه باقيه عايشه لدابا، سيروا سولوها اش كانت كتعيط عليا؟ كتعيط عليا الزعيم بورقيبه. وهذيك الساعات
ديك الساعات هذاك هو اللي كان معروف زعيم الزعيم برقيبة. ما نعرف كانت عندي شركة بنك كان سيتو الزعامة اش غندير بها انا؟ نقول لكم واحد القضية، كاين الاخوان تيقول لك التاريخ، قلت لهم انا تعودوا لي للتاريخ والجغرافيا، كاين حاجة وحدة كتهمني، إلا وقفت عند الله أنجو، هذا هو اللي كيهمني. نقول لكم بكل صراحة وبكل صدق، الباقي تكونوا على خاطركم، ما تكونوش على خاطركم، نعجبكم ما نعجبكمش، تحاكموني تديوني المقصرة اللي بغيتوا ديروا ديروا. طبعا أنا ما 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 ماشي بغيت ماشي بغيت السوء لراسي، حتى أنا بحال الناس كاملين كيعجبني نجلس داري وناكل مزيان نعيش مع وليداتي فهمتيني ولا لا، راه أنا مع ذلك إنسان مقتصد، خصكم تعرفوا راه الإخوان هما راه تيجيو لعندي تيشوفوا كل شيء فهمتي. ولكن هاد الشيء اللي جينا له كيستحق، كيستحق اللي بغى يساهم باش الأمة تبقى متمسكة بالدين ديالها وباش تحسن الالتزام ديالها، اللي بغى يساهم باش بلاده تبقى آمنة مستقرة، اللي بغى يساهم باش تصلح البلاد وينقص الريع وينقص الفساد، اللي بغى يدير هذا الشيء كله لابد يكون مستعد للتضحية. ما كاينش الإخوان الإصلاح مجانا، ما كاينش ما كاينش، لأنه إذا كان الإصلاح غادي يكون مجانا المفسدين اش غيبقاو يديروا؟ راه المفسدين هما الخصوم ديالنا. راه كانوا الإخوان شحال هادي تيقول لك الدولة الطاغوت، كنقول لهم بارك هما الهضرة الخاوية، هبطوا للشارع هبطوا للزنقة وغتشوفوا بعينيكم شكون الخصم ديالكم، راه غيبان لكم ملي غادي تحركوا في الكرة الأرضية في الأرض، داك الساعات الخصوم ديالكم غادي يبانوا لكم. والخصوم ديالنا بانوا لينا ياك، هذه هنا فين كانوا جاولية هذوك الدراري وداك الشيء في القاعد فهمتيني ولا لا؟ هذوك الدراري أنا شنو بيني وبينهم؟ طلبة مساكن أنا عاونتهم زدت لهم في المنحة فهمتيني ولا لا؟ وإني اللي كان محركهم كان في الحسيمة ديك الساعات. وكان كيقابلني فين ما مشيت يصيفط لي شي مجموعة، ولهذا كنقول لكم المغاربة ما تخليوش الشياطين يتلاعبوا بكم. واش شنو بغيتيو؟ هاد المدة كلها باقي ما عرفتيونيش، باقي عندكم كلامي وكلام ما نعرف شنو شي مخلوقات ذكور وإناث فهمتيني ولا لا؟ فهمتي كتقابلوا داك الشيء شي مع شي؟ أنا ملي كنرد على شي واحد فيهم كنرد لأنه كون رديتي وأنتم ما ردش أنا، أنا ماشي معقول نرد أنا، أنا خصني نرد على شي أمين عام إلا هضر معايا. وداك الشيء اللي درت مع السي عزة خنوش، ما عرفتش داك السي عزة خنوش شداه يجبدني. أنا ملي جيت كأمين عام قلت لكم ما تعرضوش كاع، بمعنى ما تدخلوش في الجوقه، في ديك الجوقه اللي كانت ببضعه ايام قبل ذلك تطرز له شو كيسموها هذيك العماريه باش يركبوا عليها هي كطرزها بين عشيه وضحاها، خرجوا تيقولوا دابا هاد الحكومه ما بقاتش كتعرف تهضر. وشويه جات واحد المخلوقه اخرى كتقول له ارحل، ولينا في هاد البلاد غنبداو نخضعوا للمجاهيل. سمحوا لي يا الاخوان الكرام، شحال انا قدامي دابا ديال الناس؟ 100 ولا 150 ياك ولا 120 ولا 140؟ الا ما عجبكمش الكلام ديالي ضربوا ديما طيشه. اما اللي جا اللور ديال واحد الكاميرا فهمتيني ولا لا، وتبدلات الحاله ديالو مزيان وتعاوط تقاد فهمتيني ولا لا، وقاد الحاله ديالو فهمتيني ولا لا، وبلبل عليكم واحد ساعه ولا ساعه الا ربع ولا ساعه وربع وتنوضوا تتبعوه بسافاطا. اسمحوا لي يا المغاربه، انا غنشك فيكم، كنهضر مع المغاربه كلهم ماشي غير معكم انتوما. الا غتيقوا تيقوا في الناس اللي معقولين، تيقوا في الناس اللي جربتيهم،
ثقوا في الناس اللي شفتيهم في المسؤولية، ثقوا في الناس اللي عندهم أحزاب سياسية واللي كيتلاقاو مع الناس وكيشرحوا لهم وكيوضحوا لهم وتيتفقوا معاهم وتيختلفوا معاهم وتيسافروا وتيمشيوا لعندهم وتيصبروا على الوعتاء ديال السفر. هذه التمثيلية الديمقراطية. أما غير تنوض شي متين ولا حصير، خليونا الله يجزيكم بخير أمتي، وتبدأ تقول لكم دار المخزن ما دار المخزن الماليك ما نعرف شنو تا 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 فهمتين ولا ولا واحد. والله إلا داك البرلمان خصهم يبدلوا ليه السمية، مادام الناس كيسمعوا البرلمان آخر قال لك برلمان.com. شو هاد برلمان.com سيكي؟ شكون موراه بعدا؟ قولوا لنا شكون، واش موظف ومذيعة صافي غير قربلوا المغرب بداو هما اللي كيتحكموا بالدين ديالكم؟ المغاربه انتبهوا، تصنتوا للناس المحترمين، تصنتوا للسيدي بن عبد الله، تصنتوا للناس المحترمين ديال المغرب، ما بقاوش كيهضروا كاع. نبيل اللي باقي شويه مره كيبدل المجهود، الاخرين سكتوا، السياسيين سكتوا، والمجاهيل اللي كل مرة اش تيقولوا؟ البارح تيقولوا بن كيران باي باي، فهمتي ولا لا؟ واليوم عاوتاني كيقول لك نهاية بن كيران. انت مالك؟ شكون انت باش تكتب النهاية ديال بن كيران؟ شكون؟ شنو هي هذه الأخبار ديالك؟ شنو هي المصداقية ديالك؟ فاش جربوك الناس؟ فاش؟ راه كان واحد السيد إلا كتعرفوه ولا لا عقلتيو عليه، كانت هو يملأ الدنيا ضجيجا، ناض دار حزب، غير دار حزب وهما الناس ديالو بداو كيتهموا بلي كيسرق الفليسات، ودابا ما بقى حتى واحد كيسمع له ولا كيدافي، وهذا باش تبان. أنا راه كانوا عندي الفلوس ديالكم لما كنت في الحركة، ولما كنت في الحزب، ولما كنت في رئاسة الحكومة، سولوا واش كاين عمرني خديت شي درهم بغير حق، ولا هاد الاخوان هادو ولا هادو متواطئين معايا، ولا كانوا كيقسموا معايا؟ قولوا لي هاد الاخوان هادو ديال العداله والتنميه جميعا قولوا لي شنو شتيوهم داروا؟ شو داروا؟ قال لك داروا الفيلات والطوموبيلات وبدلوا العيالات، شمن فيلات داروا؟ تا واحد ما دار فيلا، الوحيد اللي شرى فيلا هو السي الخلفي، والسي الخلفي ورث عن ابيه، وعشر سنين وهو وزير، ويالله يالله كيخلص دابا داك الشيء اللي بقى عليه ديال الديون، وورث عن ابيه ثروه. أنا تنحلفكم بالله يكون نموت لكم في الرباط تبغيو تدفنوني في الأرض ديالي ما تلقاو، خاصكم تمشيو تجريو حتى الفاس باش تدفنوني في بلاصة اللي خلات لي الوالدة، أو لا مكناس راه واحد السيد ما لقاش باش يخلص الوليدات ديالو القراية، قلت له واحد السيد من الأسرة ديالي نشريو منه واحد البقعة وما غيشريها حتى واحد، وأنت خلصها أنا نبقى نعطيك شوية بشوية. ترحب لكم بالله، ولا كذبني شي واحد راه المحافظه العقاريه، انا كنقول المحافظ العام يخرج كل شيء الممتلكات ديالي، وما نخبيش عليكم وبلاتي. دابا هما هذا الشيء قال لك هذا ما هذا الشيء كله ما درش التدار، صحيح انا ما درت التدار الحمد لله، طبعا انا ساكن مع المراه ديالي، انتم عارفين هذا الشيء، كنتمنى نبقى ساكن معها. ما تعرف يا الزمان هذه. الله يسمح لنا منها، الله يسمح لنا منها، فهمتي ولا؟ ولكن ما كرهتش ندير انا شي دويره ديالي، ما تعرفش انا غير نتخاصم معاه نلقى غير فين نمشي. دابا انا محكوم عليا، جيت لهنا الوجده عندك، واه شحال خصني باش نوصل عندك؟ غنكون تنادم معايا الحال، بغيت نتصالح معاك خصني نعاود نرجع. لا راه هادشي اللي كاين، حنا عائلتنا ما كاين غير خاطر نتخاصموا ترجعوا نتصالحوا، واش غدير؟ ايوا قال لك اللي عند خيمته ما عارفينهاش هذه، انتم
حيت نتوما فيكم العناد هاد الناس ديال وجده اللي عند خيمته خلاها. انا كنقول الاخوان خصكم تصبروا على عيالتكم، نقول الرجال خصكم تصبروا على عيالتكم وصبروا شويه وكذا الى اخره، وداك الشيء كيدوز لحمه القضيه شي نهار ولا يومين راه كدوز عاوتاني. هذا هو الاخوان، هذا الشيء اللي دارت العداله والتنميه للمغرب، منوضين لينا الحيحة ومخرجين لينا الجونيور ومخرجين لينا. كنكتشف شي وحدين، واحد كتب واحد المقال قال انا ودار واحد التاريخ بلي انا مدابز انا وياه من 92 ما كنت نعرفو كاع، ما كنت نعرفو كاع. اكتشف بلي التاريخ ديالي هو المعركة ديالي مع واحد الشخص، وقال دابا انا غلبته ولهذا فهو مغبون. غلبتيني فاش استاذ؟ ممكن تغلبني رانا غير انسان فهمتي، ويني غلبتيني فاش؟ غلبتيني الا درتي احسن مني، ياه الا قدمتي لبلادك خدمات. قبيله كنقول لكم الاولى المقاصه، الاولى انني تشجعت، وراه نقول لكم واحد القضيه راه ما يشبه الانتحار السياسي انني وقفت الدعم. ولا قريتي التاريخ ديال الحكومات، الا قريتي التاريخ ديال الحكومات غتشوفوا باللي كل حكومه جرأت وحيدت الدعم الا وطاحت. وانا بصراحه أعانني الله باش نقولها بكل وضوح، لأنه في الوقت فاش بديت أنا كنرفع الدعم بدا الثمن ديال البترول كينزل في العالم. كنا في 117 واحد الوقت، رجعنا ل 112، رجعنا ل 105، رجعنا حتى ولا ب 40 دولار، ب 40 دولار للبرميل. لو كان ماشي داك الشيء راه دابا هاد الهضره هادي كانوا شحال هادي كيقولوا بن كيران هو اللي حيد الدعم تيبغي. دابا قلنا لهم واخا حير ردوا انتم الدعم ردوا، خرج فوزي القجع تيقول لا راه ما يمكنش نردوا الدعم، الا ردينا الدعم راه غادي ما غيبقى عندنا لا تعليم لا صحه لا والو. خرج اخ نوش تيقول لا الا ردينا الدعم غنتقبل الميزانيه. دابا خرجت داك مدام العلاوي فهمتي، لا هي ما سميتهاش العلاوي هذيك سميت رجلها، خصها تعرف باللي في الاسلام المراه كتستضيف ميته ما كديرش سميت رجلها، مدام فلان هذيك عند الاوروبيين. ماشي عند خرجت كتقول ما يمكنناش نردوا الدعم، ما عندناش الامكانيات ديال داك الشيء. ماشي ما يمكن لكمش تردوا الدعم، ما خصكمش تردوا الدعم، وان خصكم تفكروا في المواطنين. انا ماشي كنقول انا اللي حيد الدعم باش نفتخر، كنفتخر انه حافظت الدوله. لانه واحد القضيه الاخوان المغاربه سمحوا لي، انا ملي كنفكر فيكم تنفكر اولا في الدوله ديالكم، لانه الدوله ديالكم الا بقى الدعم منين غتخلصوا؟ غتخلصوا من جيوبكم انتوما. واش الدوله كتولد الفلوس؟ الدوله عندها المال ديال الشعب، الضرائب والايرادات ديال الفوسفات والشركات والخارج وهذا الشيء اللي كاين. يعني المغاربه المقيمين الخارج بالمناسبه كنحييهم فهمتيني ولا لا؟ يعني هذا هو هذا الشيء اللي كاين. وإن إلا كانوا عندها الفلوس تقدر تدافع أنت وياها، وإلا ما عندهاش اش غدير؟ لا تدافعي أنت وياها، غادي تخربها وتخربك، هذا الشيء اللي كاين. وهذا الذي جنبتكم إياه الحمد لله. ولكن ماشي غير هذه، التقاعد لو كان ماشي أنا صلحت التقاعد 2023 والله لا شديتو فرنك المتقاعدين، ولا ديك الساعات الدوله غتاخذ من الاجور بقوه القانون، حيت كاين قانون كيقتضي ملي ما يبقاوش الفلوس ديال التقاعد غادي تاخذ الدوله من الاجور بمقدار ما تحتاج باش تخلصوا التقاعد ديالكم. طبعا هذاك داك 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 القرارات اللي خديت انا هي مؤلمه، وانا ما عنديش الوجه باش نجي نقول للناس غنحيد لكم الدعم وفي نفس الوقت ما نقش لكم القدرة الشرائية، خصني نكون كذاب. وأنا ما يمكنش نكذب. ماشي أنا اللي قلتها، العروبية اللي كيقولوها، تيقول لك اللهم قاصح ولا كذاب. أنا جيت قلت لكم الحقيقة. ولو كان ما عجبكمش داك الشيء ما تصوتوش عليا في 2016، علاش صوتوا عليا؟ ديك الساعات صوتوا ضدي وهنيونا. علاش غنزيدوكم بعد 5 سنين ديال سعد الدين العثماني نكون ريحناكم مشينا في حالتنا؟ مادام صوتيو معنا كنتيو فرحانين وعاجبكم الحال وعاجبكم العداله والتنميه وعاجبكم عبد الاله بن كيران. يوم ما تعاودوش تهضروا عليا، الا غتجبدوني جبدوني بالخير، الا جبدتوني بالشر لا بدا ندافع على راسي.
لا بد ندافع على الحزب ديالي، لان 5 سنين والاخوان ديالنا كيتجنبوا يدافعوا على الحزب ديالهم. شنو كانت النتيجه؟ دابا اليوم لاش جينا الاخوان؟ واش جينا باش نبقاو غاديين؟ شحال بغيتو نوصلوا؟ 13 دابا دابا كنا 125 ولينا 13، دابا شحال بغيتو نوصلوا؟ 1.3. ايوا شنو بغيتو؟ جينا باش نعاود ثاني نعاود ثاني نحاولوا نطلعوا شي شويه ونشوفوا هذا الجنس ديال الاخوان، حتى هما حتى هما مغاربه، حتى هما في المسؤوليات، حتى هما في البرلمان، حتى هما في الحكومه، علاش لا؟ لانهم هما في النهايه واخا كاع ما يديروا والو، الاخوان ديالنا مرايه. ملي شي واحد كيكون عوال يدير شي حاجه ديال العيب والعار، كيشوف في ديك المرايه كيلقى باللي وجهه غيبان خايب، لان كاين الناس كيشوفوا ناس وجههم نقيين تحشم. انا كنقول لكم امور اللي قالوا لي الناس في الادارات، قال لك السي بنكيران في الوقت ديالكم حتى الناس اللي كانوا معروف عليهم الفساد والافساد كانوا كيحشموا، وخصوصا في الجماعات المحليه اللي سيرناها. ايوا كيف؟ انا قلت لكم قبيله معظم الاخوان اللي دار فيهم شي فايده دار دار فين يسكن. الطبيعي من بعد 5 سنين ولا 10 سنين ديال ديال الوزير فهمتيني ولا توفر شي بركه اضافه لذاك الشيء اللي كان عندك، اضافه لشي حاجه اللي ورثتها من والديك، اضافه شي ذهيب اللي كان عند المراه. بنادم كيدير برطمه كيدير نورمال، غنعيبوا على هاد الاخوان علاش درتيو برطمه؟ كل شيء يبقى ساكن في العكاري ولا كل شيء يبقى ساكن في يعقوب المنصور؟ اش من شيء؟ راه الاخوان ماشي ملائكه، راه حتى هما بشر بحال الناس كاملين. واللي قالت لي الوقت امينه مال العينين قالت لي السعب راه الناس العاديين ملي كيوصلوا لهذا السن راه تيكونوا بدلوا الدار، تيكونوا فهمتيني ولا لا؟ شحال من اخ اللي بدل المراه ديالو؟ شحال شحال كثر؟ ولا الا شي اخ بدل المراه ديالو في العداله والتنميه تقوم القيامه. الا شي وحدين داروا المصائب ما كاينش اللي يطلع الخبار. اللي كنعرف انا شخص واحد اللي تزوج هو السي محمد يتيم. انا كنت داخل في هذه القضيه هذه، المراه ديالو كانت متفقه معاه واختلفت معاه من بعد، جبر هو التزم. رجل طلق زوجته تقوم القيامه حيت رجل طلق زوجته هو اعاد الزواج. وعيت من نصحها كنقول لها الاخت توريا انا اللي زوجته من النهار الاول، الله يهديك ما سمعتش ليا صافي شي باش ما كاين. ان كان ابغض الحلال فهو حلال، ان كان ابغض الحلال الى الله، ولكن العداله والتنميه واحد طلق زوجته تقوم القيامه. وإلا كان هكذا ديروا الضوء على كل شيء باش نعرفوا شنو كاين. او الليلة ناض شي مسموم في الجريده متخصص في كتابه الافتتاحيات فهمتي ولا لو دار شي مصيبه من المصائب هذاك ما كاينش اللي يهضر عليه. لكن واحد من العداله والتنميه طلق زوجته وتزوج، هذا نقيم ضده الدنيا ولا نقيدها. ولهذا اخواني هذا الشيء كله شنو المفاد ديالو؟ الخلاصه أنا طولت عليكم، متفقين معايا بلي طولت عليكم ياك؟ باقيين فايقين ولا؟ وانا نقول لكم اشنو كاين في المستقبل. هذيك الورقه اللي قرا السي خالد ارجو ان تاخذوا نسخه منها، راهي موجوده وارجو ان تدرسوها. وارجو ان انا بغيت نقول لكم احنا الحمد لله انطلقنا من واحد الحاجه صح. خسرنا في الانتخابات، مش احنا اول حزب خسر في الانتخابات ولا اخر حزب خسر في الانتخابات. هبطنا ل 13 شي بس ما كاين، غنعاود نحاولوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. باش غنحاولوا؟ كنأكد لكم دائما على ثلاثة ديال الحوايج، الأولى هي المرجعية. كنقولها لكم ونعاودها لكم. ولكن المرجعية ماشي هي الحجاب وإن كان الحجاب منها، ماشي هي اللحية وإن كانت اللحية منها. ماشي هذه أمور ديال الشكل. هي
اولا وقبل كل شيء الالتزام بالمرجعيه. وانا دابا كان بغي ناكد على واحد المعنى ربما ما تفهمش بما فيه الكفايه، وهو الالتزام في اطار المواطنه. انا كنشوف باللي واحد الاخ الا كان معلم خاصو ما يديهاش في الكلام اللي كيقولوا النقابات المغرضه، خاصو يقوم بالدور ديالو كمعلم باخلاص. البارح بلغني الخبار على واحد السيد ماشي من العداله والتنميه كاع، فهمتيني ولا لا، وفي الرشيديه هذه 20 عام او اكثر او اقل شويه، وكل شيء تيقول له زعما تحول للرباط وهو جالس تمايا وكيشتغل وكيشتغل وكيخدم وتيمشي للعمل ديالو حتى السبت والحد تيمشي للعمل ديالو ويدي مع الدراري ديال البحث العلمي اللي كيشتغلوا. هادو هما المغاربه. الحمد لله ما نحتاجش نوصيكم على صلاه ولا على صيام، راكم كتصليوا اكثر مني وكتصوموا اكثر مني، ولكن تنوصيكم على هذا المعنى. بغيت الموظف اللي ديال الدوله ولا العامل ديال القطاع الخاص ولا التاجر ولا الصانع ولا السائق ديال الطاكسي اللي كينتمي للعداله والتنميه ولا كيتعاطف معها يقوم بالدور ديالو باخلاص، الانسان المسلم اللي كيراقب الله تعالى. ما تغشوش بتقال ذره، قوموا بالعمل ديالكم على احسن الوجوه الممكنه، ما نقول لكمش المستحيل. ما تمدوش يديكم الحاجه اللي ماشي ديالكم، قل شانها ام كبر شانها، هذه هي الاولى. وتيخصنا كيظهر لي في المستقبل نديروا واحد 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 الكود في الحزب ديال ديال ديال, ديال التصرف الجيد. ما يمكنش، وإن كان هذا الشيء هذا على الأقل ماشي منتشر ولا كان موجود غيكون قليل. أنا ونقول لكم وما نغشوش الدولة ديالنا وما نكذبوش في الضرائب ديالنا. سمحوا لي مزيان، أنا عارف باللي الضرائب يمكن تكون بزاف، وكنعرف باللي بزاف القطاعات متضررة من الضرائب، ولكن إلا اجتهدنا سياسيا نغيروا القانون. ولكن باش نكذبوا راه الكذب في الضرائب كالكذب في غيره، هذه قناعتي. كاين شعور عام في الوطن أن الحاجة اللي ممكن تربحها على ظهر الدولة إذا كنت محمي قانونيا توكل على الله. هذاك الشيء راه ماشي مقبول، قناعتي أنا هذا الشيء مرفوض. وحتى أنا نقول لكم هذه القناعات هذه توضحت في الدين ديالي مع الوقت، لأنه في الحديث أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، لأنه ما نبقاوش نديروا بحال الدجاجة مع البيضة شكون اللي جا الأول. خصنا نقوموا حنا بالدور ديالنا على الوجه الصحيح والمشرف، ولا شي حاجة ماشي هي هذيك نقولوا للدولة ونقولوا للمسؤولين، وحتى إلا احتاجنا نقولوها لسيدنا نقولوها له بالقاعدة بالآداب اللازم، ما كاين حتى مشكل. واحد النهار جا عندي السي بالمختار قال لي يا السي بن كيران، سيدنا ملي استقبلني وعينني قال له كناخذ عليك عهد دو نو دير لا فيريتي تيل كيل كاملة. هذه هي الأخلاق ديال الملك ديالنا كنا قطوية اللي عاشرناه وعملنا معاه، هادشي اللي تيقول. لأنه الإخوان هذه القضية ديال الغش راه ولات انتشرت، والكذب والبهتان سي با بوسيبل، ما يمكنش، وراه هي السبب ديال المشاكل اللي عندنا في مخ. والكذب الكذب والكذب والكذب. وتنقول هذا الكلام للمغاربة كاملين، ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ردوا البال ألا يغرر الله النعم التي أنعم الله بها عليكم، ولا انتشر فينا الكذب والغش والبهتان، فهمتني ولا، والأشياء السلبية راه ما كاين. ولهذا الله تعالى كيقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الأول حنا بعد اللي كنقولوا الصلاح خصنا نكونوا صالحين، وان ثانيا ندعو إلى الصلاح، ثالثا الإخوان الكرام ننكروا الفساد. سمحوا لي أنا راه ماشي كنت كنقول لكم يعني ما تعرضوش بمعنى تسكتوا على المنكر، لا،
ولكن هذه المعارضة اللي مبنية على لابوليميك وعلى تدخلات المجاهيل والمجهولين والمجهولات المغاربة، ردوا البال، ردوا البال شكون اللي كيكتب لكم، وردوا البال شكون اللي كيخاطبكم، ردوا البال، ردوا البال اللي كيدافعوا على المثلية في الجريدة ديالهم. المثلية دائما كانت عند البشر، ولكن كانوا مالها كيحشموا وكيتشتروا، وكانت عند الرجال وكانت عند النساء، ولكن كانوا دابا شنو بغاونا نديروا لهم؟ واش بغاونا نبداو نزوجوهم بالعدول ولا كيفاش؟ راه هادشي اللي وقع في العالم. راه غدا انت ما تضحكوش الاخوات، لانه لا قدر الله غدا ولدك غيجيب لك واحد الولد يقول لك ماما هذه مراتي ولا هذا راجلي ولا اش غيسميه الله اعلم، بغينا نتزوجوا. راه هادشي وقع في المغرب دابا وقع، كاين كلام هكذا. لا المثلية، لا الفساد، لا الزنا، لا هذا الشيء كله دائما كان في المجتمع المغربي، ولكن كان مستور، واللي حصل تيخلص. والإسلام ما تيقبلش الشهادة ديال واحد ولا جوج ولا ثلاثة، ما يقبلش الشهادة منك حتى يشوف أربعة ديال الناس شافوا بعينهم وشافوا بطريقة تكاد تكون مستحيلة، تيقول لك ما يدوش الخيط بيناتهم، سير أنت جيب الخيط. هو هذا هو الاسلام اللي كنعرف انا، ما هاد الشهاده ديال نتبعوا عباد الله في البيوت ديالهم، وهاد الشيء انا ما كنعرفوش هذا، وهذه القوانين ديال اليوطي. فاللي بغى يمارس الشذوذ ولا يمارس الفساد ولا يمارس هذا شغاله، ولكن ما يجيش يبدا يدير هاد الشيء علانيه ويسحب له غنديروا له القبه، لا، لان هذاك الشيء هذاك فيه تاثير على النشء، على ابنائنا، على بناتنا غدا وبعد غدا الاخوان. هذا الشيء بغيت نسولكم، اذا انتشر فيكم هذا الشيء غتلقاو اللي دافع على الحدود ديالكم، غتلقاو اللي يقوم بالاعمال ديال الشرف. نهار اللي جات القضيه ديال 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 المسيره الخضراء ونادانا الحسن الثاني الله يرحمه، شنو قال المغاربه؟ شنو مشاو المغاربه كيقولوا؟ تيقولوا نحن مثل اليوم، شو تيقولوا؟ الله والنبي والقرآن معنا. احنا الاخوان احنا خصكم تعرفوها، ما تنساوش واحد القضية، رحنا ماشي أمة مستهلكة، رحنا ماشي شعب مستهلك، رحنا أمة ذات رسالة، ورا المستقبل دابا اللي جاي ما عارفينوش حنايا كيفاش داير. دخلوا هادشي في البال ديالكم، كاين أخطار ما عرفناش غيوقع. اليوم انا جاي كنشوف ليسونس ب 17 درهم وما عارفينش شحال غادي يزيد، والحبوب اللي كنا كنشريوها ب 5 6 دراهم دابا السيده كتقول لي 8 ديال الدراهم الكيلو. الحبوب هكذاك باقي ما مطحونه ما والو، ما منقيه ما والو، ما عرفناش وين الا بقينا متلاحمين وبقينا يد واحده وبقات بيناتنا القيم الاسلاميه وبقات بيناتنا القناعه وبقى بيناتنا التآزر وبقى بيناتنا التضامن، غنعيشوا هاد الظروف اللي حنا فيها وغنعيشوا ظروف اخرى واخا تكون صعب منها الا بغى الله سبحانه وتعالى. ولكن الا ولينا انانيين وولينا استهلاكيين وكل واحد فينا باغي غير راسه ومراته وولاده، فهمتيني ولا لا؟ راه لا قدر الله راه الحرب بيناتنا ما تبغاتش تنفع. واذا نشدوا في الله، نهزمنا، ولكن الله ما نتخلوش على اننا نتمسكوا به، واخا هو ما محتاج ليناش ولكن حنا محتاجين ليه. الدين ديالنا والملكيه ديالنا، انا اسمحوا لي انا غنقول هاد الجوج، الوحده الوطنيه والتراب، داكشي قلناه مفهوم، ولكن هادو جوج بقاو عاقلين عليهم. انا هاد الايامات هادي شفت واحد الكاسيت فيديو روعتني، فيها واحد المجموعه ديال الناس اللي كنعرف عليهم كلهم انهم قراب من فرنسا بشكل او باخر، خصوصا واحد الدهقان الاعظم ديالهم، فهمتي ولا لا؟ واحد المقيم العام ديالهم هنايا، كيتكلموا على المغرب بواحد الطريقه تعجبت فيها، كيتكلموا على الملك بواحد الطريقه ما عجبتنيش نهائيا.
وانا ملي كنشوف هذا الشيء نظرا لهذه التجربه ديالي في هذه الحياه كنشك كنقول شكون من مورا هذا العجب. وطبعا معظم كلامهم بالفرنسيه تشكيت ملي بديت كنتصل بالاخوان وتنقول وبمن يهمهم الامر تنقول شنو هذا الشيء تحيد داك الشيء من الانترنت. كنقول انا شو واقع في المغرب اسمحوا لي راه ما شوف السياسه راه ما فيهاش الغفله راه هي هذه تغفل طارت عينك وخصنا حنا نبقاو منتبهين. محمد السادس راه كيدافع على راسو على بلاده ولاني ما خصناش نخليوه في المعركه بوحده حنا معاه. حنا معاه قلبا وقالبا. راه ماشي تنقول لكم هذا الكلام لاننا امعات، ماشي تنقول لكم هذا الكلام لانه هو ديكتاتور، ماشي تنقول لكم هذا الكلام لانه حنا خصنا يعني غير السمع والطاعه، لا، نحن مع السمع والطاعه الواعيه والعاقله والناصحه. ولكن حنا معاه. مع الملك ديالنا وخصوصا في الظروف اللي العالم كله مقبل على حرب. الله اعلم شنو هذا هو الوقت اللي المغاربه الا كان من الممكن فهمتيني ولا يتآزرون مع بعضهم البعض. انا كون ما جبدنيش هذاك السي هذاك السي هذاك السي اخ مش ما نجبدوش في هذا الوقت بصراحه. واخا هو مشى كيخلط ويجلط ويجيب لنا شي مخلوقات للجماعات فهمتي ولا لا. انت اللي مشى كيجري باش يشري سياره تشري سياره صبر بلاتي يبان لك شعبان من رمضان بلاتي تشوف الامكانيات ديالك بلاتي تشوف الامكانيات ديال الدوله. انا كرئيس ديال الحكومه كنت مانع الوزراء شي واحد يشري سياره اكثر من 45 مليون. قال لهم السي الوفا الله يرحمه قال لهم لا بقى معكم هذا السعب لا والله لا وصلتوا لهذا الديوان الملكي الا بالكرارس. لا ما تصفقوا على الكرارس الله يهديكم. فهمتي الله يرحمه مسكين. دابا تنسمعوا اللي شاري طوموبيله في شي جماعه 60 مليون 70 مليون واكثر واللي كيدوز الارض واللي اش كان. شوفوا تصرفات مزيانه ديال وزير الداخليه كان شوفوا تيحرك بعض الهيئات فهمتيني ولا وداك الشيء. واني ماشي المشكله هي تحيد الفيق من الحزب. ملي كنتي كتجمع واش كنتي كتشوف راسك اش كدير ولا غير كتجمع الخشلع؟ وانت تتفاهم مع الخشلع دابا وشوف شحال من واحد خصك تجري عليه من هنا للنهايه ديال الولايه ديالك لا طولتي كملتي هذيك 5 سنين. مشى تيقول اسي اخنوش ما لقيتي ما تقول باللي العداله الوطنيه هي اللي حيدت الدعم اذا هي اللي زادت عليكم. فرض انني انا اللي زدت سيدي على الناس ونقص لهم انت. قال لك شي واحد مشى كي شي قبيله كي لقاهم ما كيصليوش. قالوا له على قال ماش ما كتصليوش؟ قالوا له الماء كيجينا بارد. قال لهم صليو بلا وضوء. جا شي واحد من بعد منه مشى لقاهم تيصليو بلا وضوء جا عنده قال له علاش؟ قال له ياك انا صليتهم. قال له انت وضيهم. انت جيتي حل المشكل ماشي جيتي باش تخلقوا وتقول عبد الاله وقول عبد الاله يلاه. واش لهذا الشيء كيجيبوا الناس للحكومات؟ انا ما عمري سمعت شي حكومه كتقول الحكومه اللي سبقتني هي اللي دارت هذا الشيء. انت جيتي باش تحل المشاكل لا اللي دارت الحكومات ولا اللي دارت الحكومات اللي قبل منها. حل ما استطعت ما قلناكش تحل كل شيء. ياك انت كتقول لينا غتصلح الصحه غدير صلاح. يبان لينا شي حاجه حنا نساندوك. واش الدور هذا؟ واه بلغت. يلا السلام عليكم ورحمه الله.